أهلا بكم من جديد. قرر المجلس الأعلى للإعلام تقديم شكوى جنائية إلى النائب العام ضد أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة بعدما وجه إهانات بالغة لعدد من الصحفيين والإعلاميين من خلال صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وطالب المجلس في بيان له من سيادة النائب العام اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية مؤسسات كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، خاصة أن ما كتبه عضو هيئة التدريس يمثل جرائم سب وقذف في حق الإعلاميين في مصر عامة وفي حق بعض الزملاء. وأوضح المجلس أنه دائما مع حرية الرأي والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصري برمته والزملاء بأسمائهم. وأكد المجلس أنه لن يدخر أي جهد في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضائه وكرامة الإعلاميين في مصر. وأهاب الأعلى للإعلام بجميع الإعلاميين والصحفيين بانتهاج الموضوعية والارتقاء بمستوى الحوار والكتابة.